السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، بارك الله فيك. اتفضل وفيك بارك الله. أسألك 3 أسئلة بس، يعني أرجوك لا تغلق الخط، يعني الأسئلة سريعة إن شاء الله. أعتذر إليك إذا ليس لك الحق في أن تقول لا تغلق الخط، هذا من حق المستمعين. أطلت أو سألت سؤالا غريبا سأغلق، لا أعدك. تفضل. السؤال الأول، احنا طلاب مغتربين والمسافة في السفر حوالي 800 كيلو، أي ممكن نقعد أسبوع أو شهر أو أكثر بحكم قصر الصلاة لنا. أنتم اتخذتم سكنا في البلدة التي أنتم فيها؟ نعم. أخذتم سكنا، لكم داران إقامة تتمون في البلدة التي أنتم فيها وفي بلدتكم، تقصرون فقط في مسافة السفر. يعني أنا أسكن في بلد بعيد عن بلدي الأصلية 1000 كيلو أو 500 كيلو، لكن استأجرت سكنا، أخذ حكم المقيم في هذه البلدة.